سمعتي صوت الباب ولا شميتي البرفان؟ يا ريت ما بقى طايل الموضوع. شوفي شو اللي صاير. قولي لي، كأنك بكياني ما هيك؟ ليك فهدين، أنا بعرف إنه هاي تاني مرة بتنحط بموقف سخيف من وراي، بس هالشي ما بيسمح لك وما بيعطيك الحق أبدا إنك تجرحني بكلامك. حق معك، أنا سبق واعتذرت منك، وهي ليكني كمان مرة بقول لك متأسف لك. هلا فادي، مش بس هلا، أنا عم بحكيك عن طريقة كلامك معي. من أول ما تعرفت عليك وأنت حدا بيتجاهلني، غريب كيف بتشوفني وكيف بتحكي معي، وكل ما بقول خلص برجع بتورط. تورطي بشو؟ قررتي بشو؟ شفت؟ شفت كيف بتحكي معي؟ هاي هي الطريقة يلي بتجنني، كل ما بقرب منك خطوة بتبعد خطوتين. ليش؟ قلي ليه؟ ظروفي ما بتسمح لي. كيف يعني؟ يعني مالي مضطر جاوبك. ليه؟ خايف تعترف؟ مجبور. شو مجبور؟ نهدى نور، نهدى. خلص 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 ليش؟ خلاص، لأنك واحد بلا إحساس. أنا بلا إحساس؟ كيف هيك؟ لو كنت بلا إحساس ما كنت حسيت فيكي، ما كنت حسيت بهالحياة اللي عايشتيها. هالحياة هي اللي كلها كذب ومخليتك طول وقتك طول عمرك هرباني منها. ايه، جربتي تطلعي بحالك؟ جربتي؟ ضحكتك كذب، عيشتك كذب، شغلك كذب، ناسك كذب، وجاي هلا مشان تقليلي انه انا بلا احساس.